قضايا عديدة لاختفاء قسري لبنات التوانسة، تعدد الأسباب والمأساة واحدة. بنات التوانسة فص ملح وذاب كما يقولوا، والملف التحقيقي يتسكر دون وصول النتيجة في أغلب الحالات. مأساة فتيات وعذابات عائلاتهم اللي يويلهم يشدوا صحيح في أمل العودة ويبنيوا أمال من سراب، ويشعوا على فرضيات، يويلهم يتوقعوا الأسوأ ويحاولوا يتبعوا مع فكرة خرجت ولن تعود. إخفاء قسري وراه تنجم تكون قضايا الدعارة أو قضايا بحث عن الكنوز ولا زادة تجارة أعضاء. فوضوا ضبابية وسلسلة متناهية من الأسل نطرحوها أحنا، تطرحها الجهات الأمنية ويطرح حتى الشارع التونسي، ولكن لا إجابة. اليوم في برنامج تحقيقات حصرية نحو ملف عنده 6 شهور، قضية شغلت التوانسة من فترة ثم خفت بريقها لأنه ما فهم حتى نتيجة. زهور بن عيسى 17 سنة، بنية ريفية تخدم معينة منزلية من اللي عمرها 14 عام، تختفي في ظروف غامضة ومستربة. أبحاث ماراثونية وفي الأخر قضية ضد مجهول ونهاية غير معلومة. احنا خذينا رهان القضية هذه لأنه هي وجه تونس الأخرى، تونس اللي تدفع أبناتها بحكم الفقر والحاجة لخدمة الديار ومن بعد تخليهم يواجهوا مصيرهم. تشغيل القصيرات اللي وصلنا لاختفاء قسري، وين مشات زهور؟ هات نكتشفوا مع بعضنا تفاصيل غريبة جديدة ومفصلية في قضية زهور المعينة تائها في دروب وطن. خلينا نشوفوا مع بعضنا التقرير. كي حليت ملف القضايا كان كيما آلاف قضايا الاختفاء، معينة منزلية قاصر تشتغل خارج القانون بشكل سري وغير معلن. خرجت من دشرتهم اللي عمرها 14 عام بعد انقطاع اختياري على القراية. ما كانش اختياري برشا، خاطر وفق التحقيقات طفلة كانت تحب تكمل قرايتها، لكن بها أصر على إخراجها من الدراسة وبعثها لتونس العاصمة تخدم عند عائلة. هات نشوفوا المجتمع والقانون شنو موقفهم قبل ما نكملوا قضيتنا. الانتوراج اللي انا موجوده فيه وبعلمي لكن حتى شويه معناها بالخصوصيه متاع الجهه باللي موجود واللي صاير في فرنانه في جندوبه ككل، فجاه كانت تقرا في ليكول تدنكم ما تلقاهاش، بطلت القرايه مشات تخت، بطلت القرايه وبها بعثها لتونس. اللي شد انتباهي انه حتى باش يسال بوها انت لباس انت وينك ش عاملة وين تخدم توا سفال خدمة ولا ليه اسكو مرتاحة ولا ليه، ما يسألش سؤال هذا. كانت ديما لريبونس تتعلم تتربى، ما عندها باش تفيدها القراية، وحده وحده قرر مصيرها، وحده وحده قرر شنو لازمها تعمل من غير ما يخلي لها حتى جرام تحرية اختيار. التشريع موجودة وبكثرة، موجود قدس ترسينا من القوانين، أبداهم من مجلة الشغل كيف الاتفاقيات الدولية، كيف القوانين، قانون التجارة بالبشر، قانون العنف ضد المرأة، في كل قانون من القوانين هذو تلقى دجا فصل ولا زوز ينبذوا تشغيل القاصرات بصفة عام. والأتعس أنه حتى لتفقدية الشغل وحتى الأخصائيين الاجتماعيين اللي تابعين الدولة، خلينا نقولوا المرجدة الاجتماعية عندها دخل في هالموضوع، اللي هي اللي المرجدة هي اللي تعطي لوتوريزاسيون لك القاصر هيك باش يمارس المهنة اللي ديجا معناها أبوه ولا أمه ولا المشغل المؤجر نتاعو اختار هيك. في تونس فما تشريع تنظم تشغيل القصر. المشرع التونسي جي عمل موازنة بين الانتجراسيون تاع القصر في الفي بروفيسيونيل القطاع المهني، في نفس الوقت احمي حقه كطفل في الدراسة. نلقاو فما قوانين تجي تحط لك تقول لك راهو السن الاقصى باش انه يكمل بالإجبارية التعليم هو 16 سنه كما كلنا نعرف. جاء اباح تشغيل القصر اللي يبدا عمره من 16 سنه.
في نفس الوقت فما شوية فصول تقول لك راهو من 13 سنة ينجم يخدم الأعمال الفلاحية اللي ما تضرش بدنه، وفي نفس الوقت ما لازموش يقصر في قرايته. لكن حتى الوقتاش الدولة باش تبقى تعمل في حكاية أصلاً؟ إسكو باش تنجم توفق إنها تحميني أنا كطفل وفي نفس الوقت تبيح لي إني نخدم؟ أنا طفل ما نعرفش إسكو الخدمة هذيك باش تفيدني ولا لا. دونك راهو لي بارون تاعي أو لي هما اللي اختاروا إني أنا نخدم الخدمة هذيك. برشا أسباب تكون فقر، تهميش، برشا 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 أسباب. فما شكون توجه لي بسؤال قال لي قاصر لقيته يخدم، كي سألته علاش تخدم قال لي أين نخدم شنو نجم نشري الدواء لبابا. الدولة عاجزة إنها توفر له العلاج المجاني وتوفر لي أنا الماكلة وإني نقرأ وتوفر لأخواتي يلبسوا ويقرأ ويعيشوا لباس. شنو نجم نعمل؟ أنت كي باش تشكي بالمؤجر متاعي شنية باش نعمل؟ باش يطردني أنا اليوم شنية باش نعمل أنا غدو؟ هذه الأسئلة اللي كانت تطرح وقت اللي نلقى زوز ولا ثلاثة في الشارع بدور الدولة. السيد عنده الحق يتمتع بعلاج مجاني، طفل عنده الحق أنه يتمتع بحقه في الدراسة ومجانية التعليم. أما في التطبيق حاجة أخرى، التطبيق يختلف كل يبعد كل البعد أصلاً على التشريع اللي موجودة في تونس. أنا ديجا ذكرت لك وقلت لك راهو فما ساعات تضادد في القوانين، فما اللي تبيح فما اللي لا يقول لك راهو لازم ممنوع منعاً باتاً. صباح الخير. أي قاعد نخدم على الدوسي. ليه بقدرة ربي الحق تخلط في وقت اليوم مشي الكوليج اللي قرأت فيه زهور. هيا يا سي وجيه تهنى، نسقت مع قائمة في الكوليج اسمها بوثينة. بعد ما لوج عليه وثبت في ملفات القضايا حب يبدأ من الليسي. استنى مدام بوثينة القائمة، ولكن الفضول الصحفي والصدفة ديما حاضرين بالعامية قاعد ينسنس ويسأل في العساس اش يعرف على الطفلة وعلى عائلتها، وبدأ يفهم انه ظروفها صعيبة والأهم انه بوها هو اللي أجبرها على الخدمة أخطرها نفس خدمة أختها اللي أكبر منها، والبو يعيش على عرق بنيته القصر من خدمة الديار، هما يتعبوا وهو يقبض. وكيك من اللي كان نهار يخدم وعشرة ليه استحلى القاعدة ولا العام كامل مرتاح، وكل راس شهر توصلوا شهرية البنات. علي في حديثه مع العساس بدأت تتكون ملامح القضية وعرف تفاصيل جديدة في علاقة بالأب، خاصة وتوتر علاقته بمحيطه العائلي بسبب ماديته. في لقاء علي بالقيمة بدأ يستجمع في خيوط القضية ويزيد يتعمق في حيثياتها وملابساتها. بوثينة ساعدته في تكوين صورة شافية على شخصية زهور، الطفلة الفقيرة لتصرفاتها ذكورية وشوية من تربية أمها لها بحكم أنها تحرمت من الأولاد، وشوية المجتمع الريفي المغلق اللي يخلي بروفيل البنية المسترجلة أسهل وأقل مضايقات، وزيد البنية متأثرة بولاد خالتها اللي يعيشوا في إيطاليا ويروحوا في الصيف، هما اللي كانوا أقرب أصحاب لها، وبنت خالتها هي اللي غرمتها بغني الراب الطليني وعلمتها كلمات منه. بالمقابل بوثينة أنكرت ربط عملية الاختفاء بعلاقة عاطفية أو قصة حب فاشلة، ورات أنه في الكوليج زهور الوحيدة اللي ما عندهاش حتى أحلام رومانسية، كل فكرها كيفاش تخرج من الفقر. علي حاول يزيد ياخو أكثر معطيات خاصة على زهور، إلا أنه بوثينة قالت أنها اللي تعرفه قالتهولو، وهو نفسه تقريب اللي مذكور في أبحاث القضية من طرف الإطار التربوي، الجيران وعائلة زهور. وغادرت بوثينة لأسباب مهنية. تحلت قدامنا بعدها فرضيات جديدة. زهور بن عيسى دخلت لها المجتمع وهي غير محصنة فكريا ولا ثقافيا ولا اجتماعيا، دخلت لها المجتمع وهي تابعة له اقتصاديا بسداجة المراهقات وتيبة الريفيات واستسلام الفقيرات، إشاعات على علاقة عاطفية توصل الأب بقرر يهبط لتونس. زعم إيش صار بين الأب وبنته؟ لكن قبل هذا خلينا نفهم المخاطر النفسية الناجمة عن تشغيل القاصرات، وأيضا تغيير البيئة المحيطة بهم كيفاش ينجم يمسهم نفسيا. العوامل اللي تنجم تأثر معناتها متنوعة، يمكن أنه لخصوها كالآتي، أنه فما ما يمكن أن نعبر عنه بنشر النموذج الناجح سيرتو في الجهة هذه في جهة الشمال الغربي. يعني أنت في وسط بيئة معزة وتحتاج لكل مقومات الحياة، تلقى بنية تريد أن تروج لتجربتها كمشغلة
فأثناء عودتها هي بطبيعة الحال ستريد أن أو تريد أن تنشر إنشاءنا نموذجها الناجح على أساس التغير في الوضعية الاجتماعية، التغير في الوضعية حتى الشخصية، يعني إذا لاحظوه حتى في تغير اللهجة، ويعتقد أن في ذلك يعني تشبه بالأقوى أو علامة قوة أو علامات نجاح. هذا من ناحية نفسية ومن ناحية شخصية. من ناحية الاجتماعية فما ارتقاء نسبي في ما هو مادي، يعني بنية نجم تعاون أهلها على تحسين المسكن، تنجم تشارك في بعض المناسبات في الأعياد وفي رونتري سكولير وفي برشا مناسبات تنجم تثبت وجودها ماديا. اللي ما يتذكرش لا تتحدث عن المساوئ وإنما ولا يبدو عليها آثار ذلك. دونك تولي تحكي كان على الإيجابيات وما يظهر عليها كان، فيقع الترويج اجتماعيا لنموذج ناجح دون تفاصيل. دون تفاصيل يعني في الحقيقة هي مذلة لكرامة الإنسان، معتدية على حق الطفل في المرور بطفولته، حقها في ممارسة حياتها العادية كطفل. بطبيعة الحال أنت باش تلقى إنسان غير منسجم يضيع معناتها كيانه من الداخل كإنسان، يصبح المظهر عنده قياس مقياس لكل شيء. يكفي أنها تكون عندها بورتابل، ويكفي أنها تكون لابسة بيان، ويكفي حتى تشعر بوجودها. وهذا يعطي معناتها رسالة خطيرة جدا للشباب، رسالة التعجيل بنيل المراد. يعني نحن توا نعيش أزمة في تونس، وهو أن الشباب يتعجل على المستقبل، يحب يعيش يعني كل ملامح الحياة المرفهة قبل أوانها، قبل ما يخدم، قبل ما. طبعا الوضعية هذه عندها أثار خطيرة، أثار نفسية على القصر، معناها ستكون يعني مهمشة مقصية من كلا الجهتين، يعني من الجهة التي قصدتها ومن الجهة التي خرجت منها. وبالتالي هنا يقع شوية يعني اضطرابات نفسية ويعني تشوهات، يعني تضيع إلى حد ما يعني هويتها وأصالتها، وهذا يؤدي حتى إلى يعني في المستقبل يؤدي حتى لعواقب أخرى أكثر خطورة، يمكن تؤدي حتى للحرقة، تؤدي حتى لل يعني استغلال جسدها، تصل حتى إلى بيع جسدها. يعني وهو أن هذه القصر ستكون فريسة يعني وطعم يعني جاهز لكل من يتربص باستغلالها. يحزنني أني نقول أنه وقت اللي جاي سمسار وهز الطفلة ومد وحط في يد البو الفلوس، راهو صحيح، راهو بالنسبة لي بو بيع بنت، أم بيعت بنتها، مهما كان باش تخدم. أنت بعثتها باش تخدم، أنت قررت في بلاصتها، كيفاش تبعثها باش تخدم وهي حتى قرار مش تاخو قرار وحدها ما خذتوش، هي تحب تكمل تقرا. تعرف علاش نضج تطلع تقولها القرايه ما توصلتش؟ ما تعرفش علاش نضج تطلع. وحتى كاين فرضا انه الفقر هو اللي لزك تبعث بنتك، عليه توصل تعرس وتجيب في صغار وتتحمل في مسؤوليه باش توصل تبعث انت بنتك تخدم تبعث لك الفلوس؟ خلينا نقولوا النسبه الكبيره من القصرات نوعينات المنزليات اخذوا سنية متاع انها تبيع روحها ولا تبيع بدنها باش تنجم تخرج من اللي هي فيه، ومن حتى من العيشة اللي هي موجودة فيها، حتى لو كان تنطولك طولت ولا 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 قصرت بطبيعتها باش تخرج من دار اللي تخدم فيها وباش تلقى روحها مطيشة في الشارع وفي الطريق. دونك اوتوماتيكمون
راهي باش تلقى سنة أخرى، من حتى تخمم حتى باش توصل تحرق. الدولة وحدها راهي ما تنجمش تعمل حتى شيء. دونك ما نجمش زيد نطلب منها تتلهي بكل بو ولا كل أم يبيع ولده. سامحني قلت يبيع خاطر هذا هو المصطلح. دونك بالنسبة لي دور المجتمع المدني عنده قيمة كبيرة. كيفاش؟ يكفي إني أنا نمشي نعمل حملات تحسيسية مثلاً، نطلع على كلاريف هذيك شنوها فيها، نطلع على المناطق هذيك شنو الحاجة اللي تميزهم على البلايس الأخرين، شنو المشاكل اللي فيها، وإجن لوجع الحلول مع بعضنا. مسالش ما هو أنا وحدي كمجتمع مدني ما نجمتش نداوي الأويف الكل، نجم أسيجي نتعاون مع الدولة. هيا يا وزارة التربية ولا يا وزارة الشؤون الاجتماعية، راهو العائلة الفلانية راهي تعاني كذا كذا كذا، راهو وصلوا انهم يخمموا باش يبطلوا بنتهم من القرايه. هاو انت كوزارة الشؤون الاجتماعية اش رايك تبعث الموجزة نتاعك تعمل طلة تشوف شنو يزيدهم شنو ينقصهم، وكان لازم هاي نعاونوها مع بعضنا. مانيش باش نقول حملية جمع تبرعات، خلينا نبعدوا على الثنية هذيك، أما على قد ما إني نقول الحملات التحسيسية والتوعوية. نحن كمواطنين في بعضنا تنجم وقت اللي ترى حالة متاع تشغيل القصر تك 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 على التفاقدية متاع الشغل، راهو فما فلان الفلاني راهو كذا وكذا. ما تجيش تقول لي ليه قطع رزاق، أنت ما تعرفش عليه طفل هذاك بوه شنو قاعد يعمل ولا أمه شنو قاعدة تعمل. ما تحرموش صغاركم من إنهم يكملوا قرايتهم، خليهم يختاروا مستقبلهم وخليهم يختاروا ثنيتهم. ما تعرفش علاش عليه هو ولا عليها هي وين تنجم توصل، شنو تنجم تخدم. تنجم انت كنت تشوف فيها توا صوره نتاع انك انت تصرف فلوس وانك انت مش عارف كيف تخلص لها قرايتها وكيفاش تلبسها، تنجم هي نهار اخر هي اللي تولي تصرف على الدار ولا يولي يصرف على الدار. نجم يكون هو ولا هي الطوق النجيت اللي تخرجك انت والعائله الكل من الفقر اللي عايشين فيه. وكان لقاء المنوبي والد زهور ضرورة حتمية باش تتوضح الصورة عند علي وينجم يبني خيط واضح في القضية. لقاء ما كانش سهل، وشخصية المنوبي المتشنجة والمتناقضة صعب المأمورية، رفض التعاون ويعتبر انه اللي عنده عطاه، ويستنى في مصير بنته باش يفهم قصتها ويسكت لسانات الناس اللي ولاو يخضرتو كما قال. وبعد اخذ ورد بدا المنوبي يتسيب في الحديث، خاصة لما حس انه علي شاكك فيه، وانه اذا الصحافة ما لقاتش منه جواب فممكن الشيء هذا في صورة خروج البرنامج يخلي الامن يعاود يحل القضية ويتحول من ضحية الى مشبوه. وبعد سلسلة من حالتين انه مشي لتونس اخر مرة ما صارش فيها شيء كبير ضد بنته، حكى كيفاش وصلته روايات خايبة واشاعات عليها، وهو يبصم بالعشرة انه مستحيل. ورغم هذا زارها باش يخلص ويستفسر فرد مرة، واللقاء هذا كان بحضور عرفتها مولات الدار اللي شافت تشنج الاب على بنته نكران زهور. وكل منوبي اصر في نقاش الزهور على الكشف الطبي واثبات عذريتها للناس بورقة رسمية، هنا اخذت المرأة المسألة على عاتقها وحكيت راسها راس مع البنية، وخرجت البوها طمنته وطلبت منه انه يخلي زهور تخدم رايضة عندها وتثبت انها ممكن تنقل بها لبلاصة اخرى مدة شهري. عطات حقهم بالمسبق وفات القضية غادي. بعد شهر علمت مولات الدار انه بنته في الكلينيك عملت عمليه المصران الخشينه، زارتها امها وطمنت انها لابس وروحت في نهارها. من وقتها ما رجعوش سمعوا عليها شيء الا نهار اختفائها من خدمتها الجديده في قهوه في العاصمه. معلومات المنوبي خلاونا ندخل لثنية أخرى واكتشفنا مفاجآت جديدة. تغير مسار القضية عندنا وشكوكنا في الأب تحولت نحو أطراف أخرى على الأقل مؤقتا. ظاهرة تشغيل القاصرات هذه ظاهرة يعني قد تفشت وانتشرت بشكل يعني كبير، خاصة في هذه الأوساط في ربوع الشمال الغربي وبالتحديد في معتمدية فرنانة. يعني أسبابها كثيرة، وخاصة هو السبب الأول هو يعني الفقر والجهل. أنا درست في مناطق ريفية ولاحظت أن ذلك الولي يعني يتكاسل يتقاعس يبخل عن العمل دائما، معناتها تجده في المقاهي في أماكن يعني كذا لي هو ليرفع عن نفسه، ولكن من أين سيأتي بالمال؟ ابنته هي التي ستأتي له بالمال دون وعي عن جهل، يدفع بابنته إلى أن تجلب له هذا المال.
ربي سبحانه وتعالى يقول في سورة الإسراء: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، بحيث أن الفقر لا نخشى من الفقر، الله يعني هو الرزاق، هو الفتاح الرزاق الذي يرزق عباده، فأبواب الرزق مفتوحة أمام هذا الولي، يمكن أن أي عمل، أي معناته يقدم على أي عمل أراه بإذن الله سيجد معناته الأبواب مفتوحة لتوفير قوت معناتها عياله ولقمة العيش لعياله، فلا يتخذ هذا الفقر ذريعة لكي يدفع بابنته إلى ربما محرقة، هي محرقة فعلا، قد معناتها تتعرض تلك الفتاة إلى عنف يعني شتى أنواع العنف، من ضرب، من شتم، من يعني ربما تعذيب، حتى معناتها وصلتنا بعض المعلومات أن بعض البنات يعني تعرضن إلى التعذيب. هو عندما نقول القتل، الكلمة في حد ذاتها قد يكون هو قتل مادي يعني، ونقصد بذلك انتحار مثلا، الانتحار، أو قد يكون هو القتل معنوي، يعني أن البنت نفسانيا تشعر بإحباط، يعني تأزم نفسي، باختناق، معناتها نفسانيا تتأزم، ذلك نوع من القتل لا تجد يعني حتى مخرج وحتى حل كي يعني تلجأ إليه أو منفذ كي تخرج منه، فتبقى يعني هي رهينة رأي والدها، وموقف والدها هو الذي يتحكم، هو المسيطر، هو الذي يدعوها بشدة، بغلظة، بعنف للذهاب للعمل يعني والجلب المال، توفير هذا المال له. يعني أنا أقول أن هذا الأب، أن هذا الأب ليس في قلبه لا رحمة ولا شفقة، والدين، الدين الإسلامي الحنيف، دعانا إلى معاملة الأبناء يعني معاملة طيبة، توفير كل ما معناتها يلزمهم من أكل وشرب ولباس وما إلى ذلك، ثم أن يغدق عليهم بالعطف والحنان، لأن هالجانب العاطفي عندما يعني يفتقدوا يعني تجد الطفلة أو حتى الطفل، يعني أحكي بصفة عامة عن الأبناء، يعني نوع من الفراغ العاطفي، وبالتالي ينجر عنه يعني تأزم نفسي وإحباط، وتجد أن الفتاة أو ذلك الطفل دائما يعني مكتئب، يصاب بالإحباط، متقوقع حول نفسه، وهذا يعني نوع من العنف الذاتي الذي يتسلط على الابن أو الفتاة، وسببه هو الأب أو حتى الأم على حد السواء. بحثنا في أرشيف الكلينيكات متاع المنطقة اللي كانت تخدم فيها زهور وما لقيناهاش، دخلت لحتى كلينيك، لكن بعودتنا كاميرات المراقبة اكتشفنا سر خطير. زهور بن عيسى دخلت الكلينيك ما غير ما تقايد في الليل المخر. زهور فقدت عضريتها بسبب زياد ولد سونيا، واعترفت لها وقت بوها جاء. سونيا خايفة على ولدها من قضية اغتصاب، استغلت نفوذها وفلوسها باش تغطي الجريمة. بعد ما روح بو الطفلة عدتها الطبيب واكتشفت انها حبلة من زياد، هزوها للكلينيك طيحوا الصغير. من بعد ما ظنوا اختفاء كل معالم وأدلة جريمتهم، طردوا طفلة وغيروا مقر سكنها وهدوها بالفضيحة وبوها، وباش تسكت دبروا لها خدمة في قهوة هاي كلاس، مسكنوها بمعرفتهم في مبيت فتيات، وباش يضمنوا سكاتها النهائي ابتزوها بتصاور مخلة، صوروها لها عنوة وتحت التهديد، عائلة كاملة، أب عنده نفوذ، أم متسلطة، وابن مستهتر، حاموا في قصر عمرها 16 عام وقضاه على مستقبلها، وزد ظلوا العدالة في قضية اختفائها اللي ما زلنا نلوجوا فيها لنوصلنا لطرف الخيط بالصدفة. ألو، في علي أبو حوالة؟ أي تفضل، شكون معايا؟
زهور اللي يحب يعرف وين مشات او وين هزوها لازم يشد جرة معاذ الحماص اللي يخدم مقابل القهوة. هذاك زهور كانت قريبة له برشا اخر جمعتين، يوترتو ديما وتكلموا من التليفون بينومتها خاطر ما عندهاش تليفون. شنو هذا، حبيب ولا؟ لا 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 لا، الزهور ما عندهاش الجو هذا، وزيد معاذ خاطب دوليبهم تاع مصلحة اللي نعرفوا انها مدت له فلوس باش يركح لها حاجة. هيا فيلمين. الو شنو الحاجة؟ الو. هوني تحلت ثنية أخرى في تحقيقنا الحصري حول زهور بن عيسى، وكان لازم نعلم الجهات الأمنية بالتوازي مع بحثنا الصحفي باش يكون تحقيقنا الحصري محمي وأيضا يكون في خدمة العدالة مش لمجرد البحث عن بوس إعلامي. تحركت الجهات الأمنية وواكبنا تحقيقات وتوصلنا للحقيقة بصفة ثابتة وحصرية. أخيرا اللغز يتحل بعد رحلة بحث نوعت فيها الوجوه والأسامي. وصلنا المعز اللي استعرف أثناء التحقيق أنه لاحظ على زهور هشاشة نفسية ويأس وإحباط مع غرامها بالفن الطلياني، قاثنية سهلة باش يدخلها فكرة الحرقة في مخها. بنية رغم جهلها تعرف تحكي شوي إيطالية، غادي تلقى حقك وحظك. وبدأت الفكرة تسكن لزهور، ربط لها مع خيط حرقة، دبرت فلوس وتسلفت وخذت تسبقة من عرفها بتعلت مرض بوها، وانطلقت من شواطئ المهدية كيف ما عرفنا. الشقف اللي هزها فيه ناس وصلوا وناس غرقوا، وهنا لغز جديد، زهور من النجين ولا من الهلكين؟ لكن خلينا نرجع لجوهر قضيتنا. سلسلة كبيرة من الجرائم والفظاعات اكتشفناها خلال بحثنا. المنطلق الأول متاحها كان تشغيل قصر. الغلطة الأولى كانت في تشغيل زهور وهي ما عملتش 15 سنة. بوها الوسيط اللي دبرها الخدمة، العائلات اللي خدموها، الدولة اللي ما رقبتش، كل هذا مذنبين في مأساة زهور اللي هي نموذج صغير برشا حالات. كيف بدأت بغلطة تشغيل قاصر، تعدينا الاغتصاب والإذلال والابتزاز الإلكتروني والإجهاض غير قانوني والهجرة السرية. زهور واجد طمع ولا مبالاة، أب تسلط عرفتها، تحرش ابنها، ابتزاز عائلي، تواطؤ مصحة، هذا كل وجدته قاصر للقات حظها في التعليم لا في الدعم النفسي اللازم. حلقتنا وفاة الليلة أمل مأساة ما زالت.